المجازي طبعا لعشاق وهو كرة القدم السعودية. والهدف هدف مباغت جيان أساموا في وقت كنت أتحدث وأقول بأن حمد المنتشري وباسم المنتشري تمكنا من إيقاف هذا اللاعب يفتح مجال التسجيل بالرأس في غفلة من دفاع اتحاد جدة في القائم الأول. لم يقدر عبد العزيز تكروني يفعل أي شيء في هذه الكرة المباغتة، وكأنه قطع اتجاه الكرة بالرأس وسجلها مفتتحا مجال التسجيل. جيان أساموا الغاني يمنح التفوق لنادي العين. شوف الإعادة سبقها، سبق المدافعين كلهم واستلم الكرة بالرأس. قوي جدا الغاني في الكرات الرأسية، خلى الدفاع واقف يتفرج، جاء من بعيد ضرب الكرة بالرأس أمام أربع لاعبين واقفين أمامه. هدف مباغت، ولكن خلوني أقول لكم بأنه مستحق لنادي العين. في وسط الميدان تروح مباشرة لجمال بابندوخ، ترجع له مرة ثانية، يلعبها على الجهة اليسرى مع عبد الفتاح عسيري. عبد الفتاح عسيري ترجع له مرة ثانية، محاولة التوغل يلعبها إلى الجهة اليسرى خطيرة وصلوا عبد الفتاح عسيري. ملعب الملك عبد العزيز بهدف رائع جدا، اللعبه الرباعيه كانت رائعه جدا. هذه المره خالد عيسى لم يقدر ولم يتمكن ولم يشاهد شيئا في هذه اللعبه وفي هذه اللقطه الجماعيه الرائعه جدا. هدف التعادل بشق الانفس للاتحاد ولعشاقه وجماهيره، هدف مقابل هدف صارت النتيجه. شوف التوغل الرائع من عبد الفتاح عسيري، التوزيع الرائع، والمهاجم مختار فلاتا يعدل النتيجه للاتحاد. هدف لهدف عند الدقيقه 70. تشعل المباراه الان بعد تسجيل هدف التعادل، تشعل المباراه من جديد. فلاتا 26 سنه على العين والراس، يقول لجماهير الاتحاد نعم انا البدنيه والقدرات البدنيه للاعبين سيكون لها دور. فهد هو الذي خرج الكره مباشره للخلف ناحيه مدافعه عبد الفتاح عسيري. ضيعت ضربه الجزاء وها انا ذا اسجل هدفين، يقول مختار فلاطه بالروعه. هدف ثاني من اروع ما يكون بالراس، ارتقى فوق العمالقه فكان عملاقا مختار فلاطه. نعم ارتقى فوق العمالقه اسماعيل احمد وفارس جمعه ومهند سالم، وتمكن من تسجيل هدف ثاني. ماذا يحدث لنادي العين في هذه اللحظات؟ ماذا يحدث يا خالد عيسى لنادي العين في هذه اللحظات؟ لحظات حرجة وعودة قوية، هدف في منتهى الروعة بالراس، حطها في الزاوية اليسرى من مرمى حارس خالد عيسى، هدف من أروع ما يكون من مختار فلطة بالراس، عملاق أمام العمالقة يتفوق عليهم ويمنح التفوق للاتحاد الذي كان منهزما بهدف مقابل صفر، صار متفوقا بالثنائية. أحسن أنك ضيعت ضربة الجزاء.